اي مصاري اه هون اللي بيربح بياخذه ايوه طليب كبه جعش لجعش ها والله بخط ورا وجعه مار احمر فرخ اي بخط ورا وجعه لعب على السوا انت كمان العب يا اخي ما ترد تلعب شو؟ استنى عم جاي انت كمان يلا جاي 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 يلا شباب كل شيء شوفكم بكره ماشي يلا عم يركيني عم لعب ورا استنى خليت اكسر بارتي ظروف شغل 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 صار مشغول عندي شغل عندي زحمه عندي عطل بشوفك بكره ماشي تعيب ولو بينك مع اولاد ولا مع زلم بكره بكره بشوفك اي شيء بس خلصنا على البارتي تاخر الوقت هون اجي ابني منك هون خلي بايرك ماشي يلا السلام عليكم بشوفكم بكره سلام عليكم تعال تعال شافي قد شفت التشتيش مثل التشتيش بشت عيب ولو والله اقسم بالله لعب عنا السحر يا زلمه دقت له برضه مثل الخرق وقام ورجل بشرف عيب ولو نحن لسه بهركين باركينه وانا فكرت حالها بلعب مع زلم عيب ولو مشان برضه مو مطير هيك بتركنا ويمشي يا زلمه يا تمسخر علي بكره نحن بنصير اضرب منه انتو جايين قدو لا تخاف اي والله كلامك صح يا صح ما صح علي ما علي انا اذا اتجوز قسما بالله مرتي تفتح تمها بحرف معي هيك بيب غير خط كفي كهر الله اسنانها يا رجل لك شو بكره تشوف يا شو مفكرين تشتوش انا ولاد يا زلمه والله العظيم بخطر والله بعد بطلع غير على راسها بكره ماشي لا تتمسخر حدا بصير اضرب مني انا ما عندي عادي ما عندي نسوان انا يتمادوا ما عندي نسوان يطولوا لسانهم انت بتعرفني انا بكسر راس النسوان والله غير احط اجرى تحت راسه تحت اجري انا بقطع راسه انا بقطع راسه اقطع اول ليله ما ولا حد انت ماني مثل الخطبه ولا التشتوش اللي كان هون بشرف بي انا لو مكان لهاد رقت من حالي انا عايش انا بيت انا بيت ما خطبه يا شوي انطاط يا زلمه يا صخر خمس دقايق بكون عندكم فشلت عينك لك واحد مثلك ياخذ اذن مو انا لك سكوت والله بيش بسوي في طبل ها ايوه مهم لميت الشباب كلها اوكي صار الصبحيه اليوم يلا سلام بدي اخذ اذن فكرتك اشتوش تعال 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 ايش هاي السهرة الصباحية وين رايح؟ شو عمري؟ شو؟ فايقة؟ نايمة؟ فكرتك نايمة؟ لا والله وين رايح؟ والله رفقاتي عازميني وقال في سهرة اليوم فرايح اسهر عنده تعال تعال وين شو هاي رايح تسهر عنده قلت لي هالكلمة وحامل حالك وطلعان ما في طلعة شو هاي ما في طلعة؟ أنا الزلمة بالبيت مو أنتي؟ الله أنا الزلمة بكلمتي بتمشي وأنا رايح غصبا عنك عم تفهمين؟ أيوه ما بدك شيء؟ لا ما بدي شيء يلا نظيف لا لا
Thank you.